قال الدكتور عبد العزيز قنصوة عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، قال إن سبب ميل عقار الأزاريطة بالإسكندرية هو وجود خلل في التربة نتيجة وجود مياه تسللت إلى أسفله مما نتج عنه ميله، وأضاف أن ارتفاع العقار كان سبب رئيسي في ميله المفاجئ، مؤكدا أن اللجنة التي تم تشكيلها بشكل يقلل الخسائر بأكبر شكل ممكن حفاظا على أرواح المواطنين. كانت مباحث مديرية أمن الإسكندرية ألقت القبض على صاحبة العقار والمتهمة بمخالفتها قوانين البناء وعدم تنفيذها قرارات محاضر الحي.